أبرز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بزيارة دولة جمهورية الصين الشعبية. المزيد في سياق التقرير التالي. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية، ومشاركة السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية للاجتماع العاشر لمنتدى التعاون الوزاري العربي الصيني. ولدى وصول سيادته العاصمة الصينية بكين، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية. بحث وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مع نظيره الفرنسي تعزيز أوجه التعاون فيما يخص القضية الفلسطينية وتقديم مختلف أشكال الدعم الصحي للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف غير الإنسانية التي يمر بها أهالي قطاع غزة، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة 77 لمنظمة الصحة العالمية في جنيف. كما تضمنت محاور الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا فيما يتعلق بالتدريب والبحوث وعلاج الأمراض غير السارية والسارية ومجالات الصحة العامة. كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين مصر والجانب الفرنسي ممثلا في شركة سانوفي لدعم سلسلة الإمداد فيما يخص اللقاحات والأمصال. بحث وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات الهامة في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين. وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود المشتركة في دراسة مشروع محطة التسهيلات البحرية الدائمة للصلب السائل والغازي بميناء الدخيلة، وعرض فريق العمل من الوزارتين الخطوات الجارية لاستكمال الدراسات الخاصة بالمشروع. وأكد الوزيران أهمية التنسيق بين فريق العمل من الوزارتين في كافة أوجه العمل المشترك من أجل التعاون البناء والتكامل بين قطاعي النقل والبترول، والذي يتيح الاستفادة من المقومات المتاحة لدى القطاعين في إقامة مشروعات تعود بالنفع على الاقتصاد المصري. أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، والتي تهدف إلى خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا إلى مواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي والخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي المقبل. وشدد وزير الري على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.